بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. شلونكم متابعيني؟ شخباركم؟ إن شاء الله الكل يكون بخير وصحة وعافية، ورمضان كريم عليكم ونعاد عليكم بالخير والستر. إن شاء الله يا رب العالمين عليكم وعلى كل أحبابكم. نكمل وياكم سلسلة فطور شهر رمضان المبارك. فطورنا اليوم قوارب بطاطا، نفس الطريقة مال قوارب الباذنجان، بس هنا البتيتة نحفرها. الباذنجان ما حفرناه، ضليناه على كبرة وبعدين فتحناه من النص إذا تتذكرون. بالنسبة للحشو مالت القوارب نفسه بالضبط، الحشو مالت الباذنجان نفسه بالضبط. شلون سوينا هناك؟ سوينا هنا لحم وبصل وشوية كرفس آخر شيء، يعني أخلي كرفس وأطفيه وملح. وهناك خليت لوز، هنا بدون لوز زين أحمد، قال ماما ما أريد لوز بالحشوة، فبناء على رغبة أحمد ما خلينا لوز. هنا خليتهم كلهم القوارب مال البطاطا. اللي طلع من البطاطا يعني شلون منقول القلب مال البطاطا، ها شوية ما تقلص زين، خل أرجعها. قلب البطاطا خليت هنا حمسته، راح اسويه ويا الصلصه يطي. طفت الكهرباء، بعد ما اجت الكهرباء كملت القلي كله مات البطاطا او البسيته. هنا انا ضفت البصل هذا قلب البسيته اللي طلعناه، هم صار متآني وكلش ناعم عادي، وضفت له بصل عامود يحمس وياه. هسه راح اضيف له المعجون، حضيف له خاشفتين المعجون لان انا اريدها صلصه يعني تصير هوايه. ذاك اليوم هواي حبوها جهاز الصلصه، فهسه خليت خاشو كثير على من شويه تصير صلصه هوايه، وراح ادير عليها مي وملح وبس. ها هي، اذا عجبكم اي بهارات تقدرون تضيفون كاري او كمون، بهارات السبعه حسب رغبتكم، شنو تريدون تضيفون ضيفوا بيها. هسه ابدي احشي القوارب بالباركس واضيف عليهم الصلصه ورا، بس تاخذ فوره واحده هنا وادخلهم للفرن. على ما تجهز الصلصه، هي يعني صارت قريب تجهز. هنا نجي نحشي البطاطا، نمليهم زين، خلي بيهم كميه حلوه زين. وطفت الكهرباء مره ثانيه، الكهرباء ما دشعتها وياي، وانا مطبخي بعيد عن الضوء كل شيء يصير اظلم. الحمد لله وشكر رجعت. نحشيهم كل زين، ونضيف عليهم الصلصة بالضبط نفس طريقة قوارب الباذنجان، بالضبط نفسه ماكو أي اختلاف. خلوا الحشو ينزل جوا يوقع بالبايركس عادي، ماكو مشكلة، لأنه يعني راح يختلط ويا الصلصة ويصير كلش طيب، يعني هم يعطي نكهة للصلصة. هسه بعد ها هي أضيف الصلصة إن شاء الله. هنا بعد ما غرقناها بالصلصه كل الزين، عذرا على صوت يموني، راح ادخلها الفرن من فوق ومن جوا على السريع. هي صلصه يعني فايره زين ومتهدره زين، والبطاطا هم مستويه بالتقله، الحشوه مستويه، بس شوي عم تتسبك مع بعضها يعني ياخذون نكات بعض، واطلعها ان شاء الله من الفرن. هنا انا عندي الباقي اللي يعني قرب استوت، وهنا عندي الشوربه هاي باقيه من البارحه، وهنا عندي التمن ايضا باقي من البارحه، يعني هو مات البارحه نفسه وضفت عليه قوارب البطاطا. هنا حتى التمر هم باقي، هذا الباحه خالتي سوته، سوت كميه كلش كبيره فبقى من عنده، وسوى زلاطه خيار وطماطه. هذا شكل سفرتنا، والحمد لله والشكر على النعمه، خير من الله، يا رب يتقبل طاعاتنا وطاعاتكم، صيامنا وصيامكم، الله يديم النعمة ويحفظها من الزوال. هذا شكل قوارب البطاطا، خلي اقرب لكم اياه، يعني شكلها كل شيء شهي، ومتأكدة طعمها راح يطلع يعني اكثر من شكلها يشهي ان شاء الله، لانه هي بتيته ولحم مثروم وهيك يعني ومعجون، فاكيد راح يطلع طعمها طيب. وهنا انا سالقه باقله، هذا باقي من البارحه،
وشوربه باقيه من البارحه، التم الباقي من البارحه، والتبوله باقيه من البارحه. الحمد لله والشكر على النعمه. ابو حمودي حضر لنا ماعون مال بطيخ، مشكوره ابو حمودي تعبناك ويانا، وان شاء الله كمل الفيديو للنهايه. صل على محمد وعلى محمد. اللهم لك الصلاه وسلامك امين عليك توكلنا وعلى اسمك افطرنا وصيامنا غدا دوامنا تبتعجر ان شاء الله. اللهم صل على محمد وعلى بيت محمد. يلا يا مان كافي اكل. حار؟ ها حار؟ إيه؟ لا بارد زين مو حار. يلا اكل من هذا البطيخ. انت سلم على المتابعين، قولهم شلونكم؟ مو شلونك، شلونكم؟ لا شلونكم؟ زين سوي لهم باي باي، سوي لهم باي باي. باي. هيك سوي بايدك. باي. نحن وصلنا نهاية الفيديو. اقول لكم في امان الله وحفظه، والتقيكم فيديوهات جايه، وان شاء الله اكمل وياكم سلسله فطور رمضان الى نهايه الشهر المبارك باذن الله تعالى. مع السلامه.